حقيقي دائما شباب المنطقه يشرفونا بالاخذ المراكز الاول والاختراعات الطيبه الحقيقه في كل المجالات، خاصه شبابنا يعني، لان هم امل المستقبل من النشأة اللي اعتمد عليها رؤية المملكة ككل. فمثل هذه وهذيك في الاختراعات والتوجه إلى العلم والتقنية الحقيقة هي متطلبات القطاع الخاص، والدولة متجهة إلى مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام. فالحقيقة أنتم دائما يشرفونا هذه منطقة جيلدان بالضبط، وبالذات بنات وأبناء المنطقة في كل المجالات تجدهم الآن في المعاهد العلمية الكبرى، في أكبر المعاهد العلمية في أمريكا وأوروبا. فأنا أحيي فيك الحقيقة، دائما تتمثل عندي كل شباب المنطقة.